لكنني سأعود لمراسل العربي أحمد دراوشة. إذا هنالك معطيات جديدة، حديث عن أن عدد الجنود الذين اقتحموا مخيم جنين اليوم هو الأكبر منذ 2002، وأن عدد الغارات الجوية التي نفذت حتى الآن قد بلغت 13 غارة. ما هي التفاصيل؟ صحيح حسام، كذلك التقديرات الإسرائيلية أن هذه العملية العسكرية قد تمتد ليوم أو ليومين، بين 24 ساعة حتى 48 ساعة بحسب المراسل العسكري لصحيفة معاريف. لكن بحسب المراسل ذاته من الواضح أن التطورات في الميدان هي التي تحكم، ومن المحتمل أن يتطور ما يحدث في جنين إلى جبهات أخرى. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن أن إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لذلك تنشر القبة الحديدية في تلك المنطقة بحسب حديث المسؤولين الإسرائيليين. بحسب التقديرات الإسرائيلية كذلك، فإن الغارات الإسرائيلية خلال الساعة والنصف الماضية أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، لكن بحسب ما تحدث ضيفك منذ قليل فهو أكد الحديث عن شهيد فلسطيني واحد، بالإضافة إلى مصاب بحالة خطيرة. ربما هناك عدد من المصابين الفلسطينيين في المناطق التي يمكن الوصول إليها. إطلاق الغارات الإسرائيلية مستمرة، العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية، هي الأوسع منذ عملية السور الواقع عام 2002 التي تخللها اقتحام واسع لمخيم جنين استمر لعدة أيام، منع خلاله الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المنطقة، حتى الإعلام تم منعه لأيام من الوصول إلى تلك المنطقة. في ميدانيا أو سياسيا تستمر حالة الغضب والإدانات الفلسطينية، كانت إدانات من حركة الجهاد الإسلامي، كذلك إدانات من حركة حماس، بالإضافة إلى مسيرات شعبية في الضفة الغربية داخل الخط الأخضر. هناك بيان للتجمع الوطني الديمقراطي يقول إن جنين عصية على الكسر. نعم، أن هنالك إقدام من جانب السلطات الإسرائيلية على نشر القبة الحديدية تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، هل لدى الجهات الإسرائيلية معلومات من أنه سيتم بالفعل إطلاق صواريخ من غزة؟ هل جاء ذلك في بيانات مثلا؟ لا، ذلك عبر الحديث لهيئة البث الرسمية. فقط أشير إلى هذا التطور الذي ينقله الآن المراسل العسكري لصحيفة معاريف، أن الهجوم الأول على غرفة العمليات المشتركة في إشارة إلى كتيبة جنين هو العملية الأوسع والأهم داخل هذه العملية العسكرية، وأن كل الغارات التي شهدناها بعد الهجوم الأول المركز هدفها مساعدة القوات الميدانية للجيش الإسرائيلي في هجومها البري من أجل تسهيل عملية اقتحام جنين. وكأن إسرائيل تريد التسريب عن أن العملية الكبرى أو الغارة الكبرى تم تنفيذها، وكانت على ما يبدو لتجمع لعدد من المقاومين الفلسطينيين داخل منزل في مخيم جنين، بينما الغارات الأخرى هي نتيجة لظروف ميدانية في الميدان، نتيجة لتحركات الجيش الإسرائيلي ولتسهيل عمليات الاقتحام للاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. بالتأكيد حسام، بالعودة إلى سؤالك، إسرائيل ستركز خلال الساعات المقبلة على قطاع غزة وما يجري في محيطها، خشية من إطلاق صواريخ من القطاع، لأن إسرائيل كل تركيزها خلال الفترة الماضية تحديدا منذ أيار 2021 عندما تدخلت فصائل المقاومة الفلسطينية وأطلقت وشنت هجوما صاروخيا على الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لممارساته في مدينة القدس وتهديده بإخلاء حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى إخلاء بلدة سلوان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. منذ ذلك الحين إسرائيل كانت تدفع باستراتيجية إسرائيلية هدفها الفصل بين الأراضي الفلسطينية، لم تنجح في ذلك تقريبا، لأننا في كل حرب إسرائيلية سواء استهدفت القطاع أو بالتأكيد عندما تستهدف القطاع نرى تحركا فلسطينيا في مناطق أخرى. في المرة الأخيرة كان من الجنوب اللبناني، لكن من الضفة الغربية كانت هناك عمليات مستمرة طوال الوقت. الهدف الأساسي من العمليات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بالأحرى هي
الفصل بين المناطق الفلسطينية، لذلك سيكون هناك تركيز إسرائيلي كبير في المناطق المحيطة في قطاع غزة. لكن إلى الآن لا يوجد أي حديث إسرائيلي عن تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المناطق المحيطة في قطاع غزة. التركيز الأساسي هو على الضفة الغربية، تحديدا على المناطق الشمالية للضفة الغربية على مخيم جنين بالأساس بحسب ما يصرح المسؤولون الإسرائيليين. الآن حديث عن انفجار جديد في منطقة جنين، تحديدا في مخيم جنين. نعم، وأيضا هنالك الآن هناك تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية يقول فيها إن ما تشهده جنين ليس عملية عسكرية واسعة، إنما عملية عسكرية عادية ربما قد تستمر ل24 أو 36 أو 48 ساعة. يقول المصدر الأمني الإسرائيلي لهيئة البث الرسمية: نحن لسنا في عملية الصور الواقي التي شنتها إسرائيل في عام 2002 وكانت عملية دموية أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين، لكن فكرة العملية العسكرية الجارية الآن بحسب المسؤول الأمني الإسرائيلي هي استهداف البنية التحتية الفلسطينية واستهداف الناشطين الفلسطينيين. تدعي إسرائيل أن منطقة جنين تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى مرجأ للمقاومين الفلسطينيين. استسمحك أحمد، تعمل على الإشارة فقط إلى القضاء.